السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبقاء لله. وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب. غيب الموت الثلاثاء 25/10/2022 المحامي المصري المعروف فريد الديب عن عمر ناهز 69 عام بعد صراع مع المرض دام سنوات وذلك قبل أن ينهي مرافعته الأخيرة. وقالت المذيعة حنان الديب ابنة المحامي فريد الديب في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن والدها توفي صباح اليوم وأنه سيتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة بعد صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة. وأوضحت أن الترتيب جاري لموعد ومكان العزاء وسيتم إعلان تلك التفاصيل لاحقا. وقال المحامي شعبان سعيد أحد تلاميذ الديب لموقع سكاي نيوز عربية أن حالة المحامي الشهير تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، وكان الأطباء يزورونه في منزله، وذلك على الرغم من أن حالته كانت قد شهدت تحسنا. أثر وعكة كان قد دخل على أثرها مستشفى نتيجة إصابته بسرطان اللوكيميا. وفريد الديب من مواليد عام 1943 وتخرج من كلية الحقوق عام 1963، وتم تعيينه وكيلا للنيابة العامة حتى عام 1969 عندما أقيل من مع آخرين فيما عرف بمذبحة القضاة حينها. وكان المحامي الراحل معروف بتولي قضايا الكبار أو أشهر المتهمين أو تلك القضايا المثيرة للجدل، وتولى الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ونجليه، وكانت آخر القضايا المثيرة للجدل والتي تطوع الديب للدفاع عن المتهم فيها هي القضية قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتي ذبحها زميلها وقضت المحكمة بإعدامه. لكن الديب طعن على الحكم مؤكدا أن هناك أخطاء شابته مما تسبب في موجة كبيرة من الجدل، وتوفي قبل تحديد جلسة النظر لنظر الطعن وتقديم مرافعته في القضية. البقاء لله. الله يرحمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.